ما زلنا في مدينة كهرمان مرعش، حيث الدمار الهائل في حي خير الله محل السي. معنا هنا أحد الناجين من الزلزال، عرفنا باسمك. ماهر شيخ من حلب. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب، وإن شاء الله يعني أجر عافية. الله يعافي قلبك يا رب. أنت خبرتني أنك مصاب كمان، وهي نظارات لمين هدول؟ هذول النظارات على التجلي اجونا، يعني ضاعوا نظاراتك فكسروا بالزلزال. يلا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. فلازم نجيب لك نظارات جداد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بس في محلات ان شاء الله ما في خسائر ضحايا. لا الحمد لله، الاهل كلياتهم طلعوا بخير الحمد لله. الحمد لله. اصحاب الاحباب هذول كتار بتعرفهم. كتار. لا حول ولا قوه، الله يرحمهم يا رب. امين يا رب امين. طيب انت طلعت تحت الانقاض، كانت اختك قرايبينك. ايه. طيب شلون بلشتوا حفر؟ كان نزل الصافة عليهم. لا حول، كان نزل الصافة اجرون ورحنا لهنيك، ما كان في شيء يعني، لا شيء نرفع فيه ولا شيء نحفر فيه. صرنا بايديكم حي الله شيء. نعم. وطلعتوهم. ايه الحمد بعد لله. كم ساعة؟ تقريبا 4-5 ساعات. 4-5 ساعات فورا. ايه. طيب ورجلك انت شو اسمه؟ وقع عليها بالبلور. بالبلور اللي كان بال ايه. بس شباك بلور مكسور ورجعت صارت هزة، نحن عم نحفر وكذا فنقصت في البلور. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. طيب شو خطتك هلا؟ ولا شيء. رحت على أضنة؟ رحت. ايه رحت ورجعت دوري. ايه رحت أضنة هيك مشان المشفى ورجعت. طيب شو كان الوضع بأضنة؟ ما فيك تعيش هيك؟ الوضع سيء يعني. 25,000-30,000 إيجارات البيوت لهالدرجة؟ حصرا سنوي يعني. سنوي؟ ايه. يا ما طلعنا من هون. انا ما مع شهري لتفاسم. والله عالم كثير في الشوارع. لا ما عنده تروح يعني، العالم اللي طالع من هون اساسا طالع في عالم بلبس ما طلعت. انت ما طلعت شيء من اغراض بيتك؟ ما بيتي راح خالص. والمحل كمان شغلك كشتغل بالخردة ولا اي يعني كان جي ال او هيك مستعمل. ايه. المحل في بناية نزلت عليه، بناية جنبنا قلبت على المحل فراح كل شيء. ايه. يعني الشغل ما في هلا. نعم. بدك تبلش. محلاتنا ما هي مرخصة يعني، لو مرخصة كان ممكن. كان ممكن يعني انه ترجع تعوض عنا بس ما هي مرخصة. ما لها مرخصة. لا ما هي مرخصة. الله يعوضك يا رب. طيب شو اسمه، شو الخطة هلا بهون؟ شو ناوي تعمل؟ والله ما عم نعرف ايش نعمل. بيركين. لساتك حاسس انك بحلم وما طلعت منه؟ ما لا رح نطلع منه. لهالدرجة؟ ولا رح نطلع منه، لا اليوم ولا بكرة الله عليم، بجوز بسنة ما نطلع منه. أنا يعني ابني يعني وقت طالعته من البيت يعني ماشي في الشارع كان بشوف العالم في الأراضي والجسس في الأراضي وهالدمار هذا، لا الله ما بروح من باله. قد عمره؟ عمره 4 سنين ونص. 4 سنين ونص بس. يعني تأثر كثير نفسيا؟ تأثر نفسيا كثير. يعني لحد هاليوم هذا هلا صرنا تقريبا 12 يوم 13 يوم يعني لحد بصدمة. الآن بصدمة ما عم بصدق. صح ما هو شو الولد ما بطلع هيك، قال لي بدي ألعابي. طيب أنا ايه. قلت له بجيب لك ألعابك واشتري لك غيرهم، قال لي العالم ماتت يعني مو بدك تجيب لي غيره. فهمان حتى شو فهمان صار. قال لي شفت العالم ميتة في الشوارع مو بدك تجيب لي غيره. لا حول ولا قوة. ما شيء عدى علينا ما صعب، ما بستحمله عائل ما بستحمله. صعب كثير يعني الحمد لله. بس ان شاء الله بتبلشوا من جديد ان شاء الله. يعني ان شاء الله الله اعلم. انتوا اصحاب عزيمة هيك؟ والله نحن اصحاب عزيمة بس الوضع يعني اكبر من قدره، اكبر 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 من قدرتنا وعزيمتنا. يلا الحمد لله على السلامه. طيب شو اسمه انت بقيان هون؟ ايه. يعني حتى اروح على انطاليا مو مفكر؟ لا لا ابدا ما خرج يعني ما مستحيل يعني الاجارات كتير عاليه و يعني بدنا نروح بدنا نتشندل بدنا نصير في الشوارع. وقالوا بس شهرين يمكن نروحها. هلا هن قالوا 60 يوم. 60 يوم. ايه واحد. ايه. شو زراح شو بده اسس هنيك وين بده يرجع؟ هو بعد 60 يوم ما بنعرف ايش بصير. بس كمان يعني حتى لو قالولنا روحوا بركوا سنة ما خرجنا يعني ما خرجنا. وهي غالية اصلا بالعموم انطاليا. ايه. يعني اغلى ما خرجنا نبركوا هنيك نحن ولا حتى يومين. انت من الكلاسة بحلب؟ ايه. يعني كمان هنيك في دمار وهيك؟ صار دمار الحمد لله السلامة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله. طيب توجه شي رسالة مشان مساعدة الناس عموما يعني؟ والله ما بحسن اقول للناس غير اللي بيحسن يساعد يساعد هالناس يعني. في ناس يعني عندنا اصحابنا هلا بيركين هنيك في الحارة يعني بعرف عالم هنيك بيركين ما إلهم قرايبين ابدا بالشارع لحد الان في الشارع لا خيمة ولا شيء ابدا لحد الان في الشارع عمل شوية حجرات وحطت هالحطبات وبيرك عم شغل حطب ليل نهار مشان يتدفوا مشان يتدفوا. برد كتير برد كتير بالليل برد كتير بالليل بس درجة حرارة 4-5 تحت الصفر. اي نعم
يعني وهذا يعني وهذا مؤذي اللي عم يشعلوه بلاستيك على حطب على مؤذي للأطفال. كله ما يعني التدفئة هلا هو ما خرج يعني بيت ما فيه وكذا والناس في الشارع ما عنده غير الحطب يعني. صح حصر على الحطب يعني نحن وقت بركنا ما وفرنا شيء حطب خشب بلاستيك أناني أسطول زبالة بلاستيك حطيناها كلها حرانة ما خرج نوفر شيء بدأت تدفى طبعا في ولاد في كذا ما صعب يلا الحمد لله سلامتكم الله يسلمك يا رب وأجر وعافية إن شاء الله الله يسعدك يا رب.